اليوم جئنا لرئيس، لأن الفساد في 19 التي والحمد لله بفضل طحمه على الذين للدور اللي لعبته لعب، وهذا يحسب للصحية انهار اسمها وخرجنا فيها منها بسلام وظهرت أهمية أنه حضر. اليوم هذه الجمعية أبت إلا أن تشارك بتجمع كبير يضم هذه الإطارات التي رأيتموها اليوم مع مختلف فاعلي قطاع الصحة، غرضي مساندة المترشح الحر عبد المجيد تبون نظير الإنجازات والإسهامات التي قدمها في القطاع خلال مدة 5 سنوات السابقة. وهذا التجمع كما هو ظاهر العيان، والكلمة التي قلتها في التجمع أن هذا التجمع جاء لمساندة المترشح الحر عبد المجيد تبون. التجمع اليوم هو من أجل مساندة المترشح عبد المجيد تبون، وذلك نظير المجهودات التي قدمها لقطاع الصحة وكذلك لجميع القطاعات على كل حال، الجانب الاقتصادي السياسي وكذلك الاجتماعي وقطاع الصحة بالأخص، لأنه نحن كجمعية جزائرية للمانجمنت وإدارة الصحة نثمن كل المجهودات التي قام بها خدمة للصحة وترقية الصحة الوطنية. مساندة المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون، هذه المساندة لم تكن مساندة اعتباطية، بل كانت مساندة مبنية على قناعات وعلى إنجازات راسخة في خاصة في قطاع الصحة، كما قلت سابقا تعديل قوانين أساسية، تدعيم قطاع الصحة، هذه الإنجازات كلها كانت راسخة وكانت حافز من أجل مساندة هذا المترشح الحر الذي أبى إلا أن يكمل المسيرة في بناء الجزائر الجديدة وبناء الجزائر السيادة وبناء الجزائر الحرة.